مش عارف انتي نيتال كورتيكوسترويد، عندي بارتم هيموريدج، يعني لو فتحت انا عندي بارتم هيموريدج هتلاقي الدوكيومنت اهي. نكبرها لكم شويه. هتلاقي حاجه بتاعت 20 صفحه بس، يعني اللي هيشتغل لسه وعايز يقراها مش مهم لو بتاع ال 20 صفحه كلهم، انما يعني اللي عاوز يقراها هي ماشيه على اساس ايه؟ انه في الاول بيسال سؤال، سؤال نمره 4 prediction and prevention of anti-partum hemorrhage. السؤال بيسال السؤال لان ده مهم عندك انك تعمل prediction، عايز تتنبا ان العيان ده هيجي لك قصه partum hemorrhage عشان تحاول تمنعه، مش تستنى لما يجي وبعدين تعالجه. فيبتدي بقى يقول لك نمبر اوف كلينيك ترايلز بتاعه وحاجات، وات ار ذا ريسك، كل سؤال تحتيه سب كويستشن، وات ار ذا ريسك فاكتورز، ويبتدي يقول لك عليها وجداول بتاع، يعني اتس فيري فيري يوسفول دوكيومنت. ده يعني حتى اللي مش عاوز اخد مارسولوجي وعايز يبقى عنده جود براكتس المفروض يروح يقراها. فده مثلا ضمن الحاجه اللي هي مثلا الاكتيفيتي بتاعت الرويال كوليدج. في هنا في الويب سايت، سوري انا خلعت من اخش عليه تاني ازاي؟ وهو الكوليدج ويب سايت العنوان بتاعه فوق اهو، لو تعرفوش فوق سهل جدا. www دي معروفه طبعا، ار سي او جي اختصار رويال كوليدج فيزيشن اند جاينيكولوجيست، اورج اللي هو اورجنايزيشن يو كي اللي هي انجلترا. فيعني اللي عاوز ياخد معلومه يخش على الويب سايت هيلاقي حاجات كتير جدا. هنا مثلا في حاجه اسمها I think benefits of members. بيدي لك ايه البنفتس بتاع انك تبقى ممبر؟ انت لما بتاخد ام ار سي جي تروح بلدك you don't lose that relation with the college. You stay in good in good complete contact with the college. يعني برضه هرجع تاني اقارن، معلش سامحوني، انت بتاخد الدكتوراه من جامعه القاهره والسلامه باي باي، لا حد يعرف عنك حاجه ولا انت تعرف عنهم حاجه. انا لو كنت اشتغل عندهم يعني. في حين في رويال كوليدج there are lots of activities which you can share. في منهم حاجه اسمها continuous professional development. انك انت تخش على الويب سايت وتجاوب اسئله ويجيب لك شهاده انك انت عملت الكورس ده. بيعملوا teaching courses لدول العالم. ممكن انك انت لو انت متابع معاهم وعملت عندهم كورس يخليك انت تدرس في الكورس ده. ال بيبعت لك كل شهر مجله مجاني اسمها اورستيشن اند كولجز، اذا عرفت تدخل عليها عايز باسورد وحاجات كده يعني. ف يعني دونت لوز الكوميونيكيشن اند يو ار ليرنينج اول ذا تايم، لان دايما بيبعتوا لك ايميل. يعني هم عندهم ما اعرفش ال 100,000 دلوقتي ممبر ولا فيلو، كل واحد بيجي له ايميل باسم دير دكتور فلان، طلعنا من معلومه جديده اسمها فاجينال بريك اب ستيرن سكشن، عاوزين نغير نظام الانتخابات. يعني بتبقى عايش مع رويال كوليدج برغم انك انت على بعد الاف الاميال، ودي حاجه بتخليك انت على طول مصحصح على طول اب تو ديت، معلومه بتجي لك لغايه عندك من غير ما تتعب نفسك فيها قوي. هنا هو مثلا في دي جيت انفولد، how to get involved in rural college. يعني مثلا بيطلعوا هم قصة ان هم عايزين يروحوا بلد فيها فيستيولا وعاوزين حد يتطوع عشان يروح في البلد دي يكون عنده خبره يعالج الفيستيولا او وات ايفر يعني. فزي ما بقول يو ار اولويز ان ممبرز بنفيت يو بيت لوتس اوف بنفيتس انك انت تبقى ممبر في rural college. انا فين ميسز انا يعني انا ادفانتج اوفر يمكن الامريكان ونيوزيلاند او الاستراليا. فيعني انا اديتكم فكره عن ميزه الرويال كوليدج وعيبها، عيبها انها مش معترف بيها في مصر خالص، حتى برضه عشان نبقى منتهى الامانه الدول العربيه هي كانت بتعترف بيها جدا جدا.
كل دولة طبعاً عايزة تعمل شهادة وتنفخ في شهادتها، فابتدوا يعملوا الزمالة العربية على حد معلوماتي يعني، وابتدت الزمالة العربية يمكن يدوها بريورتي أكثر شوية عن إنجلترا. لكن لو خدت الزمالة واشتغلت في إنجلترا بالذات بتاخد فلوس زيادة، لأن كل سنة في إنجلترا بتاخد عليها زيادة في الوقت. طيب على فرض إنك أنت عايز المميزات دي كلها بقى، هتعمل إيه؟ طبعا باختصار شديد، بتاعي انت هتتكلم شويه عن الموضوع ده، باختصار شديد انك انت هتاخد البارت 1 الامتحان بتاع الرويال كولج ريمبر شيب بقى ثلاث حاجات. بارت 1 اللي هو بيزكس فيسيولوجي واناتومي مش عارف ايه بتاع، البارت 2 اللي هو كان زمان بيور اوبسيتكس جينيكولوجي، انا بسالك مين راجل فايبرويد كانسر يوتريس، دلوقتي ابتدوا يغيروا شويه، ابتدوا يدخلوا في حاجات ثانيه كلينيكال جفرنس وحاجات كده بتهمه هو في الانتر، انما هو عايزك تبقى اوير بيها بحيث انك انت لو في يوم من الايام نقلت درس الكورس والكورسات بتاعته يبقى فاهم السيستم على بعضه. اوكي؟ فده بالنسبه لتاخد البارت 1 الاول، وده عمل فيك ان هو يعني ما فيش فيه مشكله خالص، فيري ايزي. هم ثلاث اربع كتب تشاد ومش عارف ايه وبتاع، لو قريتهم كويس وشفتهم كويس هتنجح مع اصل الفسيولوجي. انتوا لسه طالعين من الحاجات دي فسهل عليكم تاخدوها. وبعدين تقعد تشتغل اربع سنين نسا في اي مكان. السيستم غير، كان زمان تشتغل في مستشفى كلية معترف بيها. وبعدين العمليه فردت قوي، مش معقول كل شويه يزوروا المستشفيات يعترفوا بيها، فقال لك خلاص في الاخر اللي بيني وبينك ايه؟ الامتحان، ولو انت هتشتغل عندي الطريقه اللي انت بتمارس بيها المهنه عندي. فيبقى هتعمل الاربع سنين نسا. خش الامتحان، لان هو ما بيحبكش تاخد امتحان نظري، هو ما يعجبوش قوي انك انت تبقى واخد نوبل برايس بس ما تعرفش تشعر عيان، ما يهموش قوي انك انت تاخد اوسكار سينما بس ما تعرفش تاخد هيستوري، لان كلها في الاخر سيرفيس للعيان، هما بيهتموا جدا في انجلترا بالسيرفيس اللي بتقدمها العيان، وعايز اعلى مستوى للكلينيكال سيرفيس اللي بتقدم العيان. وعندهم هم طبعا العيان اللي هي جوزها بواب زي العيان اللي جوزها رئيس بطن. وده من ضمن يعني موضوع جانبي من ضمن ميزه الجايد لاينز، ان الجايد لاينز هناك بيقراها الدكتور الامتياز اللي لسه متخرج اللي بيشتغل في مستشفى قروي، ونفس الوقت بيقراها الدكتور الاستاذ في الجامعه اللي بيشتغل في مستشفى يونيفرستي كولج لندن مثلا، واحده من اعلى المستشفيات في العالم. الاثنين في الطب بيطبقوا دي على العيانه، وبالتالي العيانه اللي بتتعالج مستشفى قروي بتاخد نفس الكير بتاعت العيانه اللي بتعالج فيها عيانه في مستشفى الجامعه. مفيش تفاوت هناك خالص بسبب الاكتيفيتيز بتاعت الراجل. هو يهمه قوي انك تقدم كلينيكال براكتس، وبالتالي عايزك تشتغل اربع سنين. يمكن ما يهموش قوي قوي انك تكون احسن واحد تعمل ستريت، لانك انت مش هتنزل المستشفى وتعمل ستريت، لا انت هتشوف الاول العيانه تاخد منها ستريت تشخصها، وانت تقرر انا عايز استريك، وانت تعمل استريك. فالاستريك دي اخر حاجه هو بيفكر فيها. هو عنده مثلا ممكن يجيب دكتورين ثلاثه يعملوا كل الاستريكمات بتاعت المستشفى، لكن هو بيشوف كل يوم في العياده بتاعت النساء مثلا 40 50 عيان، لازم يكون خمس دكاتره عشان يشوفوه. فهي الفكره كله بيست اون جود كلينيكال براكتس. anyway خلاص خلصت البارت 1 وخدت خلصت الاربع سنين بتوعك نسا ولادة، لأن لازم يبقى عندك خبرة. بتاخد البارت 2. البارت 2 ممكن تاخده وانت قاعد في بلدك، ما فيش حد يضايقك، ومجرد انك تدفع فلوس الامتحان تبعت لهم الاربع سنين التدريب بتوعك، يعترفوا بالاربع سنين دول ويقولوا لك تعالى خش الامتحان. تدفع فلوس الامتحان حوالي كام 400 600 حاجه كده، خش تمتحن وانت قاعد في بلدك يعني سنين يا ولد. خلصت البارت 2 بيعملوا لك حاجه اورال بقت دلوقتي حاليا اسمها بارت 3. والاورال ده يعني بعد ما هو الناس بتصور صعب جدا، هو سهل جدا لما نخش في الموضوع ده نشرح ازاي بيعملوها. دي احيانا بتضطر انك تسافر لها انجلترا عشان تعملها جوه انجلترا. وبالتالي الخطوه اللي بعد كده انك تفهم ان الام ار سي جي زي شهادات كتيره از اكسبنسيف، مش عشان انت بتدفع فلوس الكليه، لا
كل دفع الكلية 400 جنيه دورة سنة. أنا مضطر أشتري كتب، مضطر تعمل كورسات، وكورسات مش رخيصة. في هنا سكور، حاجة اسمها سكور سنتر، بيعمل الكورس بتاع بارت 7000 جنيه. طبعا ممكن انت تنجح او ما تنجحش، بتشتري كتب يمكن حوالي ما اعرفش 3000 او 4000 جنيه، تضطر تسافر من الدوله تمتحن البور اللي هو اخر حاجه في الامتحان، بتدفع لك 10 15000 جنيه، يعني اتس اكسبنسيف كواليفيكيشن، بس اي ثينك اتس ورث. فيعني ده اللي جه في بالي ان انا اقوله. انا ما اعرفش هو ده اللي انتوا عايزينه ولا لا، وإذا ما كانش هو اللي عايزينه أنا يعني شديد للأسف. ونجاوب على أي أسئلة؟ فرصة السفر بيها يعني، سافر بيها. السؤال ده مهم جدا. زي ما أنا قلت، عشان إنجلترا فيها تقريبا محتاجين 40-50% من القوى العاملة مش موجودة عندهم في الطب، فبيجيبوهم بيستوردوهم من بره. فالكوليدج عاملة نظام اسمه MBI. الكوليدج عامل نظام هو هيتكلم عليه بالتفصيل، انما اشتغل 4 سنين في بلدك، بتروح للريبريزنتيف كوميتي بيعملوا لك امتحان صغير كده، بتبعت الورق بتاعك للرويال كوليدج، وعلشان يتاكد انك انت هتعرف تتكلم مع العيان الانجليزي بيطلب منك اللي هو IELTS اللي هو انترناشونال انجلش لانجوج تيستنج، بتعمله في البريتش كونسل، ده مش غالي قوي حوالي 900 جنيه. لو خدت اللانجوج تيستنج وخلصت ال4 سنين، بتخش في السيستم وبتسافر انجلترا تشتغل. ودي طبعا احسن ميزه في MRCOG. MRCOG اعتقد اكتر حاجه بتديلك فرصه انك تشتغل عندهم، هو عشان هو عايزك تشتغل عنده عشان يخدم العيال بتاعه. لما بتسافر هناك الحقيقه يعني انا ما شفتش حد سافر هناك الا ورجع بيعبد الانجليزي. لما بتاخد حقك تماما، الكونسلتنت بتاع لو ما علمكش بيتحاسب، وبالتالي هتسافر مستشفى نظيفه جدا فيها كلينيكال سيستم صح، هيعلموك كل يعني هتلاقي واحد ماسك ايدك كده بيلاقي لك العلم فوقك. وبعدين تاخد المارشال جيل بيبقى اسهل لك كتير قوي، لان بتكون يعني اتمارست في الانجليزي، اتمارست في البراكتس بتاعهم. يعني انت وقت هناك في المستشفى بتسمع لسه ولاد على طول، الحكيمة بتتكلم لسه ولادة، الدكتور الجهاز، الكونسلتنت كله. وفرصة السفر موجودة وخصوصا للصغير. لأن زي ما أنت لما تقدم على وظيفة في انجلترا بسنك 28 هيفضلك على واحد سن 33، هيفضل ال 33 عن ال 35، لأن زي ما قلت لكم هو هياخدك صغير كده عجيلة يشكلك زي ما هو عايز. وبالتالي اللي عايز ياخد مارسل يو يمسك السكة دي يبقى من دلوقتي، اللي طبعا برنامج عظيم جدا يجيب الدكاتره هم في الاول، تقدم على المارسل في بارت 1 هتاخدها مثلا في سنه، 4 سنين تشوف على حته تشتغل فيها امراض نساء، 5 سنين 6-7 سنين من النهارده ممكن يكون معاك المارسل. لا لو انا فعلا بفكر في النساء، هل الافضل ان انا ابدا ام ار سي او جي ولا ابدا بلاب وابدا الام ار سي او جي من هنا؟ لا، مشكله البلاب حاجه واحده، انك انت يعني هو حاجتين الحقيقه. اول حاجه انك عاوز تذاكر اطفال وجراحه ومش عارف ايه وات ايفر يعني الكوريكولم بتاعهم. لو انت دخلت البلاب مره يو ار ستاك وذ ات، يعني ايه؟ ما تقدرش تخرج بره السيستم بتاع البلاب. نزلت فيه يا تنجح فيه يا باي باي بالسلام. انما لما تخش السيستم بتاع الام اي تي مثلا، غيرته وعجبته مثلا، ممكن برضه حد يكون كونسلتنت مبسوط منك يبعتك لكونسلتنت ثاني في انجلترا بره السيستم. اوكي، والبلاب بيزنقك، خلاص دخلت البلاب لازم تنجح في البلاب عشان تشتغل هناك. انما لو دخلت جوه الام اي تي سيستم وما عرفتش تسلك فيه، جايز تلاقي سكه ثانيه. ايه الام اي تي بعد سنه؟ اللي هو ميديكال تريننج، ام تي اي ميديكال تريننج انيشيتيف، اللي هو اللي انا شرحته، اللي هو عامل سيستم جواه تخش جوه السيستم عشان تشتغل في انجلترا. اللي هو انا بمتحن مثلا الجزء الاول، اللي هو هتكون معاك الجزء الاول ومعاك الالتس واربع سنين زي اي زماله ثانيه. اي زماله ثانيه فيها لازم يكون معاك الجزء الاول؟ لا، انا ما عنديش فكره عن زمالات ثانيه، انما يعني علشان تشتغل في انجلترا معاك الجزء الاول 4 سنين
خبرك في اي مستشفى والاسئله اللي بتسالها في الكوميتي والامتحان بتاع اللغه الانجليزي. بعد كده بتحطوك في سيستم ولازم تشتغل. طبعا اللي بيحصل انك انت بتسافر مع طبعا تغير العالم كله بتسافر ثيوريتيكالي على سنتين وبيضيع حبيبي. خدت الزماله ما خدتهاش انا مالهاش دعوه. ده الاصل. انما اللي بيحصل ان كل الناس اللي بتسافر اولا بياخدوا المقصر دي مفيش فيها مشكله يعني عشان ما تقدرش لكنك مشكله. الحاجه الثانيه ان هو اغلبهم بتعجبه الحياه في انجلترا بيعجبه ممارسه المهنه في انجلترا وبيقعد يهابر لغايه ما تاخد الوظيفه. الثيوريتيكال بارت او الفكره الاساسيه هاخدك على شغالك سنتين خدمت اديلك مارس وجيب واي بارت. انما اغلبهم بيبتدي بقى يدور على ايه ياخد وظيفه ليكتشرر مش عارف يدي دروس مش دروس فلوس لا يعني جوه السيستم يعني. يلاقي مستشفى مثلا مش لاقي دكتور يعني يشتغل معاهم لوكم عارف فلوس كويسه ومالوش يعني حقوق علميه قوي. انما بيفضل قاعد لغايه لما يشبط في وظيفه الوظيفه يدور على حد يكون مثلا عاجبه يعلمه كل حاجه هناك بكريديتيشن يعني دبلوم اوف الترا ساوند دبلوم اوف فاميلي بلاننج اغلب السب سبيشالتيز لسه فيها دبلوم الاول. لو عرفت تشبط في دبلومه من دول وانت بره الاوفيشال سيستم هتبص تلاقي نفسك الله ده جه وبقى له سنتين خد المارس وجي وخد الدبلومه بتاعت الاوستيتيك بتاع الترا ساوند ده باين عليه بقى كويس نسيبه يمشي ليه؟ لا احنا عايزين ناس كويس يخرج. الفكره الاساسيه سنتين وباي باي. انما اللي بيحصل لكل الناس انا لسه عندي اثنين مواد من موالي مسافر من اربع سنين واحد منهم طبعا كان هنا يعني مش عارف يعمل ايه محتاج يعني قاعد يجري في العياده دي للعياده دي وبتاع سافر في الاربع سنين دول خلي مصر وجيب كاتب خمسه سته شابترز في كتاب كاتب ثلاث اربع ابلكيشنز في ريفيو ارتكلز خد الدبلومه اوف الترا ساوند خد الدبلومه اوف ان فيترو فيرتلايزيشن ودلوقتي حاليا خد وظيفه هتديله استمرار كامل نهائي في الدبلومه. الثاني يعني ما خدش نفس النجاح بس برضه النهارده مصري وبقاله ثلاث سنين في انجلترا واخد وظيفه سينيور تيتشر لمنطقه محافظه كامله اسمها ديربي كاونتي. فاللي انا عايزه تروح وتشتغل معاهم تسلم. وانا كنت دايما بقول يعني انا مش عايز اتكلم انا يعني مسافر من سنه 74 وانا رجعت مصر وانا بسافر كل سنه اثنين ثلاثه يعني. كنت بقول له ايه بص يا ابني ما تعملش حاجه عارف سلم كهرباء وقف عليه. هتوصل. بعد اذن حضرتك بما ان حضرتك برضه خبره هناك كبيره يعني. هل الموضوع هناك بيختلف من يعني زي عندنا العاصمه هي اللي فيها كل حاجه واللي بره لا انا لسه قايل ايه؟ بالنسبه للتدريب سلم كهرباء ستاندرد واحد تشتغل في الجامعه وتكونسلت اولا الجامعه هناك مش احتكار زي هنا الجامعه هناك بيبقى فيها بروفيسور واحد بس مش 1000 واحد والباقي كله يا اما بيشتغلوا في الجامعه ثلاثه اربعه والباقي اللي بيخدموا جوه المستشفى اسمه كونسلتنت بتاع وزاره الصحه بس لانه شاطر او جدع او وات ايفر اتعين في مستشفى جامعي. كل الكلاسز دي قاعده فوق دماغك ماسكه ايدك عماله تلقنك امراض نسويه. تعالى بقى رحت المستشفى القروي بتاعك بدرشين الكونسلتنت اللي معاك هناك برضه فيلو بيروح يحضر مؤتمرات بياخدوه انت لعلمك وانت نايل هناك ليه كل ست اشهر 500 جنيه استرليني تحضر بيهم كورس. تقريبا الكورس اللي على مزاجك ما يكونش يعني حاجه واضحه انها فاقعه قوي نفس الحكايه الكونسلتنت هناك بياخد كورسات على حساب الحكومه بياخد تريننج كورسز وبياخد اكريديتيشن. هناك في حاجه اسمها فاليديشن. كل كونسلتنت كل خمس سنين لازم يقدم عمل ايه؟ نشر ايه؟ عمل ايه؟ ويقولوا له اوكي انت جدع وشاطر واب تو ديت وتكمل. وبالتالي الكونسلتنت اللي بيشتغل معاك في مستشفى بدرشين المركزي هو في الاغلب هتلاقيه مره كان عليه وقت وهو بيتدرب يتعلم بقى
الريجستران في جامعه ويمكن كاتب 2-3 بيبرز وجنه بيعاني.